أدي صحية هيدا المقالب غلط غلط شديد، أكبر غلطة في حياتي وبعترف بيها وقفلتها فورا. لقيت إنه إحنا محاصرين، يعني أنا كنت فاهمة، أنا ما كنتش ما نقلتش أي حاجة في حياتي، خلي بالك يعني ما نقلتش أي حاجة غير هزار، لأن أنا بحب الناس تضحك معايا. فزي ما كنت مثلا بخض وبخض، يعني أنا كنت على فكرة هتلاقيني منزلة فيديوهات بخض صحابي، بخضهم في التصوير وبدأ يعني. وبدأت ببرامج المقالب يعني، هو كانت نقطة فأنا التحول. دي أكتر حاجة أنا بحبها أصلا، أكتر حاجة بتضحكني. فأنا لما كنت بخض وبنزلها، ولا منزلاها علشان أي حاجة خالص، أنا منزلاها عشان الناس تضحك معايا، كنت فاهمة ان الحياة كده. اكتشفت ان الناس ركزت قوي، فلما ركزت قوي ما بقتش عارفة بقى ايه. ما هو هو مع كل احترامي للناس، هو في مليون حد دلوقتي في بيتكلم او بيتفرج علينا، بنته قاعدة في البيت عنده غضبانة وزعلانة، ولا اتطلقت ولا جوزها ده بقى تاجر مخدرات، عادي خناقة، ده بتحصل مع كل المتجوزين من الملوك كل دي حاجة، هي دي حياة المتجوزين، مفيش حياة بتمشي طول الوقت صلح وحب وبتاع، بس هم احنا ما نعرفش عنهم حاجه، هم اللي عارفين. فانا في مره اتخانقنا ورحت دخلت عملت له بلوك كاي ست مجنونه جميله، فعملت له بلوك، فلقيت الدنيا اتقلبت، انها عملت له بلوك وانها عملت وانها سوت، فالخناقه بينا كبرت اكتر، انه انت عملتي كده ليه، وايه شغل الاطفال ده، وايه ده والناس. فعملنا احنا الاثنين بلوك بقى، وشلنا صور بتاعتنا وشلنا فيديوهات بتاعتنا، وعايشين اسعد حياه، لان محدش عارف عننا حاجه طول الوقت، الناس فاهمين ان احنا اتطلقنا، هم حرين. انا دي كانت غلطه عملتها في حياتي وخرجت نفسي وبيتي منها بصراحه. ابعد من هيك، كارتر كيف اليوم امام المجتمع لما زوجته بتعمل فيها المقالب، صورته، ونحن بمجتمع عربي ما بيرحم. لا ما خفتي، ما خفتي انك سببتي له اذى، تنمر، حد يقول ايه ده يا راجل، عيب، انه ما يصحش؟ لا بالعكس، لا بص الحقيقة هم الناس معانا برضو، عشان اقول الحق، هم يعني الحمد لله انا محظوظة بجمهور او تعامل الناس معايا انا بشوفه مختلف، وده من نعم ربنا. عشان كده حتى تالت حاجة قلت لك، حب الناس. صح. ان حتى لو غلط، وانا عارفة ان انا ساعات بغلط وهم بيبقوا عارفين، ما بيبقوش قاسين علي، يعني يكادوا ان هم يمنعوا يكتبوا لي كومنت. ده اقصى عقاب مثلا ممكن اوصل له مع الناس، ولكن هم فاهمين كويس قوي. ما انا بقول لك هم دخلوا بقى بيتنا، هم فاهمين كويس قوي ان ده مقلب، زي برضو اللي